في أول جمعة بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإعادة فتح الحدائق والمتنزهات الأخيرة، شهدت إقبالا كبيرا من الأسر البغدادية التي لازمت أغلبها المنازل منذ أكثر من 7 أشهر بسبب وباء كورونا. فبين الماء والخضراء يستنشق المواطنون الهواء الطلق بعيدا عن أجواء الحجر المنزلي وضغوطه النفسية. والله حقيقة حبالك أنا متزوج جديد، يعني أحس فيك مرتاح يعني بشكل مو طبيعي. المكان هو يوحي لك الراحة اللي بيها، الهواء، الوضع، الهدوء. بلدنا مو قليل بجمالية، بالعكس بلدنا أجمل شيء. إحنا ويانا التعقيمات ويانا الكمامات هي حفاظا للصحة العامة، مو بس علينا يعني، وحفاظا على عائلتنا وعلى أولادنا، وإن شاء الله يعم الخير والأمن والأمان على الشعب العراقي والعالم كله. الازدحام والأجواء المغلقة هي تسبب انتشار الفيروس والعدوى بين الأشخاص، أما المتنزهات كفضاءات مفتوحة موجود تباعد اجتماعي، فنقل العدوى يكون معدوم. عند مداخل المتنزهات إجراءات صحية مكثفة تشمل تعفير الزائرين وإرشادهم بالالتزام بالوقاية الصحية اللازمة، وفي داخلها فرق جوالة تقوم بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من قبل وزارة الصحة. نصبنا أجهزة تعفير وأجهزة رش الأماكن اللي تلامس اليد، واتخذنا الإجراءات اللي نصت عليها القوانين اللي صدرت من خلية الأزمة. قرار إعادة فتح المتنزهات وإن جاء متأخرا لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا لاقى ترحيبا واسعا مصحوبا بالحذر، فيما تجدد وزارة الصحة دعوتها لاعتماد التباعد الاجتماعي والاستمرار في توخي الحيطة والحذر. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.